مرحبا بكم أصدقائي، اليوم راح أسولف لكم إنه كيف واحد يقدر يوصل إلى أوروبا عن طريق السوشيال ميديا. راح أقولها شلون صارت، يعني شلون واحد يقدر يجي لأوروبا عن طريق السوشيال ميديا. طبعا هنا الأوروبيين بشكل عام يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام لغرض الفائدة، بيع وشراء مثلا، تأجير، طلب يد عاملة مثلا، احتياجاتهم لتربية الأطفال، لتربية الكبار بالسن، أعمار كبار بالسن. عرفت على أشخاص من العرب واصلين إلى النمسا بشكل جديد عن طريق هذه الجروبات، فحتى نعرف إن شلون وصلوا تابعوا هذا الفيديو. طبعا هنا أنا يا أصدقائي دائرة رعاية المسنين وتربية الأطفال تكون في أوروبا بشكل عام غالية جدا، بعض العوائل تكون غير قادرة على دفعها لما يكونون هم ما عندهم شخص يبقى ويا أطفالهم، ما عندهم شخص يبقى ويا كبار بالسن مثلا آباهم أو أمهاتهم أو أجدادهم، فيضطرون أنه يبحثون عن ناس يجون إلى بيوتهم يأمنونهم غرفة وبنفس الوقت يعتنون بالأطفال أو يعتنون مثلا بالآباء أو الأجداد، بس ضمن احتياجات لازم يكون هذا الشخص عنده اللغة متمكن من يمها، عنده فت خلفية معينة عن التربية، عن تأدية الطعام، عن الخدمات اللي يقدمها للشخص المسن، يروح وياه العفو للحمام، فهذه الأمور. فبدل ما أنه يدفع لدائرة الرعاية من 3000 إلى 4000 يورو شهريا، راح يخصصها كراتب 1500 يورو، راح توفر له أيضا مبلغ من المال، وبنفس الوقت إلك راح تفيدك أنه أنت عد ما يكون لك مورد شهري 1500 يورو، وبنفس الوقت أنه أنت جاي للنمسا، هو هنا بحد ذاته إنجاز. هاي أول فقرة. ثاني فقرة أنه هنا الفيزا اللي راح تطلع لك هي فيزا لمدة سنة واحدة وترجع بيها عندما ينتهي عقد، لأنه أغلب العوائل هنا ما تسوي عقد يعني سنتين أو ثلاثة. لكن إيش دي يسوون هنا العرب اللي وصلوا بشكل عام، المصريين أو المغاربة أو الجزائريين، من يوصلون هنا وعدهم هم اللغة الألمانية وبدأوا يشتغلون أول شهر وشهرين، طبعا هذا العمل أكيد راح يفيد البنات أكثر من الشباب. البعض شي يسوون مثلا من يوصل 6 اشهر بهذا العمل، او من يوصل مثلا 4 اشهر او 5 اشهر بهذا العمل، يقوم يبحث عن عمل اخر، يقوم يبحث عن عمل اخر في سبيل انه تجديد الاقامة مالته. ليش؟ لان هنا بعض العوائل ما تريدك لفترة مثلا سنتين او ثلاثة، جزء تريدك لفترة مؤقتة، لفترة محدودة، لذلك تطلع لك الفيزا لمدة سنة واحدة. فانت عند ما توصل اوروبا جايب وياك شهاداتك، مطور نفسك باللغة أيضا، لأنه هنا راح تتكلم مع الشخص اللي أنت جاي عينك عالية مثل ما نقول باللغة الألمانية. فأنت شنو الأشياء اللي يحتاج من يمك؟ مجرد أنه تحتاج أنه تكون عندك لغة، وبنفس الوقت تدخل لهاي الجروبات تنزل بوست أنه أنت بحاجة إلى عمل وهاي مؤهلاتك، فالعوائل راح تجي تتواصل وياك على الخاص، راح يشوفون مدى اللغة مالتك، راح تفتح وياهم كاميرا، راح تسولف وياهم شنو الأشياء اللي راح تسويها، شنو الأشياء المطلوبة من يمك، شنو الأشياء اللي مثل ما صارت ويا بعض الأصدقاء من مصر وبعض الأصدقاء من المغرب. طبعا تواصلت وياهم وعرفت أنا هذا الطريق وزودوني بالمواقع والجروبات، وشفتهم أنه بهالطريقة دا يوصلون إلى أوروبا، ومن بعدها يبحثون مثلا عن مطاعم أو يبحثون عن عمل آخر مناسب إلى شهاداتهم في سبيل تجديد الإقامة مالتهم، تكون بعدين سنتين، ومن بسنتين راح تقدر تقدم على الإقامة الأوروبية هي المفتوحة، لأنه قانون في أوروبا يقول لك إذا صرت 3 سنين في أوروبا تقدر من حقك تقدم على EU دورة أوفنتالت على الإقامة الأوروبية المفتوحة، ومن خلال هاي الإقامة راح تقدر تفتح حياتك وتبني حياتك وانت هنا وصلت بشكل رسمي إلى أوروبا. بس بدايتها راح تكون بها صعوبات، أنه ما راح تعمل بنفس شهادتك اللي انت دارس بيها. هذا العمل لربما يفيد البنات اكثر من الشباب، لانه خصوصا الاشخاص اللي اصحاب التحليلات المرضيه، معاهد، الدبلوم، كليات التمريض، الممرضات، هذا الباب راح يكون مفتوح لهم بشكل عام. حتى لو اذا كنت انت مثلا لغات دارس او مثلا اي جامعه دارسها، انت بالبدايه ما راح تعمل بشهادتك مثل ما قلت، انه راح تعمل بعمل بعيد كل البعد عن دراستك، بس هو باب انه توصل بيه لاوروبا ومن خلاله تقدم على شهاداتك باعمال اخرى، لانه انت وصلت هنا قريب وراح تطور من نفسك وراح ينفتح لك كل سبل الحياه. اتمنى هذا الفيديو ساعدك ولو بصيص من الامل. حاول انه تدعم وتبلغ ناسك او الاصدقاء اللي عندهم هيك طموح انه يوصلون من خلال هذا الباب
فحاول لا توقف الفيديو عندك. ايضا تابعني على اليوتيوب، موجوده كل الفيديوهات والطرق شارح لك بيها، والايام الجايه راح اشرح على المنح الدراسيه اللي تنطلق من اوروبا الى طلاب الشرق الاوسط، وكيف واحد يجتاز الامتحان وكيف يحصل على مقعد، وهذا المقعد يكون هي الدوله نفسها تدفع لك، مثل ما موجود بعض الاصدقاء العراقيين اللي وصلوا الى اسبانيا والى هنغاريا. راح ان شاء الله بالايام الجايه اشرح لكم عليه انه كيف ناخذ منح دراسيه وندرس، سواء كان الماجستير الدكتوراه او البروفيسور. شكرا جزيلا لكم، اتمنى ما طولت عليكم، نتمنى اللايك والكومنت والشير وحفظ الفيديو. تحياتي لكم، اخوكم عبد الرحمن، مع السلامه.